أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ: بالنسبة لمؤخر الصداق، ما حكم مؤخر الصداق إذا طلبت الزوجة الطلاق من زوجها بعد عدم العشرة بينهما؟ هل يوفى بهذا الصداق؟ نعم، الصداق حق للمرأة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، إن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فهو حق للمرأة بما استحل من فرجه، ومقدمه ومؤخره، إلا انتهبه له تتنازل أو تتنازل عن شيء منه. حتى لو طلقها، الصداق لها يؤديها المؤخر، لأنه حق لها، إلا إذا كان تطليقه لها على أن تعفيه من مؤخر الصداق، هذا يكون طلاقا على عوض، يكون طلاقا على عوض، يحل له ذلك.